لمحمد موسى في نص ملعب موسى، تصل للنجم وبينا مصطفى عبد الله صوب لعب تحرك طوله هاجم على الشمال، هتدخل جميله قويه الباصه يلحق كورته، لكن على طول في عرقله في تاكلينج، في عرقله وفي تاكلينج بره بره الملعب، ركنيه من خطوره على طول ناحيه بيرو رقم 19 يبني هاجم على الشمال ناحيه عبد الله، تصل على اليمين ناحيه محمد موسى باك اليمين، كرة بمية عالية خطيرة، تحرك ممتاز على طول من المهاجم النجم تايو، ولكن غيل مباراة طيبة حتى الآن بالفريتين، مباراة قوية، منافسة كبيرة قوية بين لاعبي ونجوم النادي في هذه المباراة، نجوم منتخبين طبعا، منتخب نيجيريا ومنتخب السنغال، نجوم المستقبل ونجوم الغد في قارة أفريقيا بكل تأكيد. على طول الهجمة تحرك طولي تحرك طولي مره ثانيه، ولكن تعادي، تصل ناحيه الحارس، طبعا صراع كبير في رقلات المباراه التجاحيه، منتخب كوت ديفوار مشاهدينا هو بطل امم افريقيا في هذا العام في غينيا الاستوائيه، يفوز باللقب الافريقي في هذا العام بعد ما قدم مستوى عالي جدا وفاز في النهائي على منتخب غانا برقلات للاعبي السنغال، نص الملعب مطلع ورا على الارض، الكره الطوليه تعادي انطلاقه من رقم ثلاثة مصطفى عبد الله، سرعة 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 موجودة، انطلاقة سريعة معاك مع الشباب جميلة خطيرة، تصويب ولكن دفاع 55 ومشاركة خمسة ليه في تاريخه، طبعا مشاركة خمسة على أرضه في هذا العام، بيعمل إنجاز يصل لنهائي كأس أفريقيا للشباب ومنها طبعا لنهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه، ده إنجاز وأحسن للاعبين وأحسن مدربهم الوطني، انجاز في حد طبعا وصوله السنغال جاي جدا جدا حتى في المباراه على سالس سو، ولكن اطاح بخبره عاليه باك الشمال مصطفى عبد الله بالنسبه للاعبي ونجوم نيجيريا، منتخب نيجيريا متقدم هدف واحد مقابل شيء، هدف بقدم اللاعب رقم سبعه النجم تماس المنتخب النيجيري، على طول طبعا الباك الشمال رقم ثلاثه مصطفى عبد الله، تصل هجمه محاوله مره ثانيه، استلام على طول من فياني ساندا من راسيه بطبعا تعدي، تصل باك الشمال مصطفى عبد الله، طاقم مصطفى تصل على الشمال المنتخب نيجيريا انطلاقه سريعه على الارض ناحيه تايوه،